بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا ادعمنا بالاشتراك في القناه. Please subscribe to the channel. Abonnez vous dans la chaîne s'il vous plaît. الممارسات الصارخة التي تعرض المنطقة إلى مخاطر من شأنها تهديد الأمن والسلم، تعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين، والشرائح الدينيه. وفي الوقت الذي تقف فيه المجموعه الدوليه عاجزه عن تنفيذ قراراتها يتمادى الاحتلال في مواصله سياساته الاستيطانيه والعمل الممنهج لفرض الامر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمجلس الاقصى مع السعي لتهويد المقدسات الاسلاميه في القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع احكام القانون الدولي. السيدة الرئيسة على اثر الاعتداءات الوحشيه التي تعرض اليها الاشقاء الفلسطينيين في القدس والمجلس الاقصى لقد بادر السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون باجراء الاتصالات مع الاطراف الدوليه لوقف هذه الاعتداءات مشددا في خطابه الموجه الى السيد الامين العام للامم المتحده قبل ايام قليله على ضروره ان يتحمل المجتمع الدولي وبالاخص مجلس الامن مسؤولياته المنوطه به والتحرك عاجلا والفعال على جميع المستويات لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال على مدى خمسه وخمسون عاما مع دعوته الساميه الى توفير الحمايه اللازمه للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته وانهاء معاناته والظلم المتواصل الذي حرم اجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الاساسيه وعلى راسهم حقهم في تقرير مصيرهم وذلك من خلال انهاء الاحتلال لارض دوله فلسطين. ان الجزائر تجدد ادانتها لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكرره والممنهجه على ابناء الشعب الفلسطيني وبالتحديد في مدينه القدس وتدعو المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات التي ان استمرت في ظل انسداد كل افق لتسويه سياسيه بسبب التعنت الشديد لسلطات الاحتلال سوف تقود المنطقه لا سمح الله نحو الانفجار وتفضي قدرا متزايدا من حاله الياس التي يعيشها الفلسطينيون لا سيما فئه الشباب وبالنتيجه سوف تقضي على ما تبقى من الامال العالقه لاحياء مسار السلام في الشرق الاوسط. كما نؤكد مجددا تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها المستمر لقضيته العادله لاسترجاع حقوقه المشروعه غير قابل للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير دولته المستقله واقامتها وعاصمتها القدس الشريف.